بس يا حبيبي بنقول اللي قلبه امك ابوك تعالى. طب انت واقفه هنا ليه يا حاج؟ انت بنقول يعني واقفه و انا مسكت بايدي السلاح قد كده اهو في ايد الصنايه. وبقيت اقول له كده هو ده الاسلام اللي امرك بيه تقتل اخوك تقتل اخوك بالسيف. هي دي مصر النهارده بيقولوا لي ما حصلش مسكت من ايده السيف مسكت من ايده عصايه قد كده مسكت من ايدهم الطوب شفتوا بلطجيه مأجرينهم هنا في الشارع ده بيلعبوا بعيالنا زي ما عملوا في الطرف الثالث. جاي النهارده بقول لهم انتقوا الله في مصر انتقوا الله في ولادنا ودم ولادنا انتقوا الله في مصر انتقوا الله في عيالنا اللي هتموت يا سعد يا خليفه انتقوا الله في ولادنا. قلت الراجل راجل فيهم مصر في ايديكم مصر في ايديكم ولادي ودم ولادي ولاد ولادي واخواتي. لقيت عمي وابن عمي في الشارع بيضربوا اخويا وابني اقول لهم ايه